استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا صينيا رفيع المستوى، مؤكدا توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين. كما أكد الرئيس حرص مصر على الإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك بما يحافظ على السلم والاستقرار ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية. كما أعرب الوفد الصيني عن التقدير للدور المصري الفاعل في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة، سواء من خلال مكافحة الإرهاب أو عن طريق العمل على تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات بالمنطقة. التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم بأعضاء بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في ختام أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، موجها الشكر للمندوب الدائم وأعضاء البعثة على الجهد والأداء المتميز في تنظيم المشاركة المصرية والدفاع عن مصالح مصر في مختلف أجهزة المنظمة. ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أهمية دور الجهاز المحوري في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما يقدمه من خدمات متنوعة من شأنها أن تسهم في الدفع لنمو هذا القطاع المهم الذي يتيح المزيد من فرص العمل. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية عددا من ملفات العمل، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به صندوق التنمية الحضرية انطلاقا من رؤية الدولة نحو تطوير العمران القائم والحفاظ على الطابع الحضري للمدن المصرية. أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي والوفد المرافق له، وأكد القائد العام للقوات المسلحة تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري مع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي، مشيرا إلى توافق الرؤى حول مختلف القضايا بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة. شهد وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرات بركات اليوم مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين الوزارة والجهاز، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستفادة من خبرات الدولة في مجال الرقمنة وسعيا منها نحو تطوير النظام الإحصائي بالوزارة وبناء القدرات الإحصائية بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية. تستضيف مصر غدا الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار أفريقيا تحت رعاية الرئيس السيسي وسط اهتمام دولي يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر. وأكد وزير المالية محمد معيط محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن مصر تنفتح على العالم من أجل شراكات أكثر تحفيزا للتنمية المستدامة. أعلنت وزارة الصحة تقديم 334,382 خدمة من خلال حملة ميت يوم صحة أمس في جميع محافظات الجمهورية، وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 39,000 مواطن، داعية جميع المواطنين للتوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة للاستفادة بخدماتها. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة استلام تحويلات طلاب الثانوية العامة من الإدارات والمديريات التعليمية إلى يوم الأربعاء المقبل، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب والتيسير على أولياء الأمور الراغبين في تحويل أبنائهم الطلاب بين مختلف أكد وزير التموين علي المصلحي أن الوزارة بدأت الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال التعاقدات التي تبرمها وتأمين المخزونات السلعية، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 4.7 شهر، في حين ارتقى مخزون الزيت لأول مرة إلى 5.7 شهر، بالإضافة إلى الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى شهر إبريل المقبل.
أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد الانتهاء من تنفيذ أعمال شق وتمهيد وتشغيل 79 كيلومتر طولي من الطرق والمدقات بأراضي مشروع 1.5 مليون فدان بمنطقة الطور، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تمثل 70% من إجمالي المدقات المخطط تنفيذها في أراضي الريف المصري الجديد بالمنطقة.